لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم. طيب نرجع للمناقشة بتاعتنا. طيب كان هشام بيسأل بيقول أنا مش عندي البرنامج أجيبه إزاي؟ موجود اللينكات البرامج زي ما التكنيكال سبورت حاطط لنا اللينكات بتاعتها وفيها ملوخية أول بوصول مثبتة. أحمد بيقول أنا يا باشمهندس عندي مشكلة جامدة جدا في البرنامج، البرنامج عندي مش عاوز أفتح خالص. صراحة أنا بدأت أعمل برنامج على اليوتيوب وخلصت أول حلقة منه كويس. تستطيع وضع الصورة للمشكلة وجهك الجروب أيضا ليسأل عليك فاهم. الملحوظة إن التكنيكال سبورت عليها بصراحة دي مهمة جدا يا جماعة. يعني انا بصراحه من اكتر الامور دايما اللي بتساعدني في دايما في حل المشاكل عارف شكل المشكله ازاي. فبالتالي واحد يقول لي مثلا انا كل ما اجي احط مثلا الفيديو الصوت مثلا مش بيظهر او الصوت فيه مشكله، المشكله دي لوحدها بس ليها اكتر من 5 أو 6 حلول، كل حل فيهم محتاج له ايه قاعده لوحده. في حاجه عندنا اسمها مثلا البروكس فايل، البروكس فايل ده اللي هو اللي بيظهر مع ملف الصوت، الملف ده ممكن يكون فيه مشكله. من ضمن المشاكل اللي ممكن يكون في عندك مشكله في الكودك، من ضمن المشاكل اللي ممكن يكون في عندك مثلا مشكله في كارت الشاشه، ممكن يكون اساسا عندك مشكله في الجهاز نفسه، في البرنامج نفسه، ممكن يكون في الويندوز نفسه. ف يعني بص يعني بصراحه الحل كل ما كان مدعم بالصور كل ما كان افضل. وبعض الناس بيبقى ساعات بيعملوا معايا كده موضوع جميل جدا، بيصوروا المشكله في فيديو، هو بيصور المشكله فيديو، ده لو حد عنده استطاعه انه يصورها فيديو بصراحه تبقى حاجه بصراحه كويسه جدا. طيب انت بالنسبه كان في سؤال هنا معلش انت تقريبا ما خدتش بالي منه. متى سنبدا؟ المفروض ان شاء الله ان احنا اول درس عندنا يوم الاحد الجاي باذن الله. احنا بصوا يا جماعه عشان بس الامور تكون واضحه، الفتره الجايه ان شاء الله الجدول بتاعنا اللي هيكون فيها او خطه العمل ان شاء الله يعني هيكون شغل يعني تقريبا يعني ايه، هنبدا ان احنا نطلع فوق شويه ونتطور في البرنامج شويه. هناخد بص انا هكتب لكم المصطلحات هنا اللي احنا هناخدها. يعني هناخد مثلا اول حاجه ناخد الايه الفلاتر، تمام. الفلاتر ايه بانواعها سواء المرئيه او الصوتيه، تمام. برضو هناخد هنتوسع شويه في امر الترانزيشنز اللي هي المؤثرات الانتقاليه، هنشوف منها الخارجيه وهنشوف الايه الداخليه اللي موجوده في البرنامج. طبعا احنا كان اخر حاجه اصلا اتكلمنا عنها كان التكست، فتقريبا يعني مش هنتكلم في حاجه جديده عنها، هنتكلم بالقدر اللي احنا اخدناه. برضه هنتكلم، وعليكم السلام يا هشام، هنتكلم عن ايه الكي فريمات اللي هي المسؤوله عن الانيميشن والحركه. هناخد ان شاء الله فيها جزئيتين، الكي فريم المختصه بالانيميشن والحركه زي ما احنا قلنا كده اللي هي التحريك، وهناخد برضو فيها ان شاء الله الكي فريم المختصه بتعديل القيم البيانيه. ازاي؟ لا دي مش اول محاضره يا هشام، لا دي احنا درس النهارده ده عباره عن مناقشه بنتناقش بس فيها كده حوالين الايه الكورس. وعليكم السلام يا ياسر. فالكيفريمات يا جماعه اللي احنا قلنا عليها ديت هتنقسم ايه لقسمين، كيفريمات الحركه وكيفريمات تعديل القيم الايه البيانيه. طبعا يعني معلش يعني شوف يعني سيبك من الاسماء وانها ممكن تكون صعبه او جديده عليكم، بس بصراحه في الاخر هتكتشف ان هي حاجه بسيطه جدا وتافهه وممتعه جدا في شغلها. طيب برضه هنتوسع شويه في الايه في الريندر. الريندر فاكرين الريندر يا جماعه اللي هو ايه؟ الريندر يا جماعه اللي هو ايه؟ ايوه بالظبط اللي هو ايوه التكنيكال سبورت جايب لنا او اللي هو اخراج الفيديو او ايه؟
او ايه التصدير؟ ايه يا جماعه، انتوا الكلام جديد عليكم ولا ايه؟ الامر سهل ان شاء الله، مش صعب ولا حاجه. تمام، كنا اتكلمنا قبل كده في جزئيه الريندر، قلنا ان انت عشان الاول تظبط مشروع العمل عشان تظبط يعني المشروع بتاعك العمل كويس، لابد من امرين يعني ايه مهمين جدا عشان تظبط الواجهه او عرض الفيديو. لابد ان انت تظبط الاول اعدادات البروجكت وتظبط الريندر النهائي. قلنا وكنا شبهنا الموضوع ده، هتكون عامله زي ايه؟ اعدادات البروجكت دي عامله زي مثلا انا عندي مثلا دلوقتي ازازه 2 لتر، خلاص اخري احط فيها لو انا معايا مثلا ميه، اخري احط فيها كام؟ 2 لتر ميه. لو حطيت فيها 4 لتر هياخد 2 لتر فقط والباقي هيرفضه، والعكس برضه صحيح. مثلا ازازه 2 لتر حطيت فيها ميه او جزء مثلا من الميه مثلا عباره عن لتر، فبالتالي نص الازازه الثاني هيصبح فارغ. نفس الموضوع كده في اعدادات البروجكت، انت بتظبط الاعدادات البروجكت بتاعتك مشروع العمل يعني على حسب الفيديوهات اللي انت حاططها. انا لو حاطط مثلا فيديوهات جودتها 720 يبقى بالتالي اعدادات البروجكت اللي انا هحطها هتكون 720. لو انا حاطط مثلا يعني، بس برضه هكتب لكم برضه الكلام ده علشان ما ايه الامور برضه تكون واضحه شويه. مهم جدا اللي هي يتم ضبط اعدادات البروجكت على حسب الفيديوهات التي هي بداخل البروجكت نفسها. فانا مثلا لو عندي فيديوهات، انا تابعوا معايا هنا، انا لو عندي مثلا فيديوهات جودتها مثلا 720، جوده الفيديو 720، فبالتالي هنضبط اعدادات البروجكت على ايه؟ على 720. اما لو انا ظبطت اعدادات البروجكت على 1080، ياسر انا طب هجاوب عليك دلوقتي اهو. اما لو ظبطنا اعدادات البروجكت على 1080، 1080 دي الجوده اللي هي اللي فوق ال 720، اللي هي 720 دي اللي هي معناها 1000 يعني. انا هعملكم هنا ال 720 دي اللي هي بتكون عباره عن ألف ميتين وثمانين في 720. أما ال 1080، معلش بس يعني يا جماعة، لأن دايما أكررها وأبعدها لأن هي جزئية مهمة جدا، ما ينفعش واحد يكون مونتير ويضيع عليه الجزئية دي. أنا عارف إن أنا شرحتها كتير بس بصراحة هفضل أشرحها لأن هي مهمة جدا. لو تأسست عندك النقطة دي خلاص أصبح الأمر إن شاء الله سهل ويسير. قلنا 720 دي اللي هي معناها 1020، ركز برضه ياسر برضه في الكلام ده. 720 280 720، علشان تعرف امتداد أي فيديو تضغط كليك يمين على ملف الفيديو وتروح على بروبرتس، خلاص؟ وبعد كده بتروح لديتيلز، قائمة ديتيلز اللي هي تاني قائمة يعني، تاني أو عموما يعني هي مش لها ترتيب معين لأن بعض الملفات بتلاقيها تاني أو تالت قائمة. بتروح لقائمة ديتيلز، خلاص؟ بتشوف منها بقى الإعدادات البروجكت، كام إعدادات عفوا الفيديو، كام في كام؟ 1280 في 620 ولا 1920 في 1080 ولا 480 في 300؟ يعني بص النسب دي بصراحة ما بتتحفظ، هي مع الزمن هتلاقي نفسك بدأت إيه؟ تعرفها. تمام؟ طيب يبقى انا لو عندي دلوقتي يا جماعه فيديو 720 على 1080 كده احنا الحجم اتضاعف دلوقتي، فالجوده اصبحت عاليه جدا. فهنا هنقول فلو احنا عملنا كده وضاعفنا حجمها فان حجم الملف الناتج سيكون مضاعف الحجم. يعني انا لو الملف مثلا كان هيطلع معايا في 720 الشرح بدون صوت، هو في صوت ولا ايه؟ طيب تمام. طيب نرجع في الموضوع، فلو احنا يا جماعه هيكون عندنا مثلا حجمه 10 ميجا في 720، في ال 1080 هتلاقيه طالع 20 ميجا ومفيش اي فرق واي تحسن في الجوده ابدا. ليه؟ خليكم فاكرين المثال
اللي هو ازازه الميه. قلنا ازازه الميه لو احنا عندنا ازازه 2 لتر حطينا فيها لتر، هل معقول لما تيجي او تيجي تحط بعد كده اللتر اللي جواها ده هتلاقيهم اتحولوا ل 2 لتر؟ مفيش حاجه زي كده في الدنيا، في الحسابات المنطقيه مفيش. يعني خلاص، هل دي بتطبق على تعديل الصور؟ ايوه، الابعاد اللي انا بقولها ده كله يعني يشمل ايه؟ يشمل الصور والفيديوهات، تمام؟ يشمل ايه؟ الصور والفيديوهات. فانا دلوقتي ايوه، يعني زي ما احنا قلنا حجم الملف هيكون زي ما هو وغير مضاعف الجوده، لان الجودات قابله للنقصان وليست للزياده. يعني انا لو عندي مثلا، يا جماعه انا لو عندي مثلا 1080 فيديو عباره عن 1080 خليته 720، حجم الملف هينقص وجوده الملف برضه هتنقص معاه، تمام؟ كل عندنا ان احنا الاحجام غير قابله الاحجام قابله للزياده، حجم الملف قابل للزياده، ممكن يبقى 720 اللي احنا اللي هو ال 10 دقايق ده ممكن تخليه جيجا، مش 100 ميجا بس ولا 500 ميجا، ممكن تخليه جيجا، ولكن هتلاقي ان الجوده ما اختلفتش تماما. تمام؟ ده يا جماعه كان جزئين مهم جدا كنت انا عاوز ايه اراجعها معاكم. طب هشام بيقول انا ليه اسال، بس للاسف انترنت داونلود مانجر مش راضي ينزل حاجه وبيقول لي التسجيل 15. والله يا ياسر انت لو تابعت معايا المشكله على الخاص يبقى خير. يبقى خير، لان بصراحه لان الشرح بيكون شويه. ربنا يجزيك خير. طيب خلاص كده يا جماعه؟ طيب بالنسبه عموما للدروس اللي فاتت، في حد عنده او واجهته اي مشكله؟ لرفع الجوده ما العمل؟ عندنا دلوقتي ايه سؤالين؟ رفع جوده، عاوزين نرفع الجوده. السؤال الثاني بخصوص ترتيب التراكات. طيب خلينا الاول نتكلم على ايه؟ على موضوع رفع الجوده. رفع الجوده يا جماعه، رفع الجوده انت عشان ترفع جوده ملف ما ينفعش ترفعها. ليها، هي طبعا ليها طرق، علشان بس ما حدش يروح ياخد كلامي ده ويقول ده محمد خضر ما ينفعش الجوده ترفع، لا، ليها طرق، ولكن مش معانا في الدوره ديت. ليها فلاتر زي الانستنت اتش دي، لكن هو مش معانا. بس برضه حتى لو رفعت جوده الفيديو مش هتكون بالايه؟ بالشكل اللي انت متصوره. يعني ما تتخيلش ان انت تكون مثلا مصور فيديو بالموبايل والجوده مثلا 320 في 240 وانت عاوز تحولها ل 1280 في 720، ما تتخيلش ان الجوده هتكون عاليه والريزوليشن يكون عالي. هي من الاساليب يا هشام، من الاساليب لرفع الجوده، من الاساليب اللي يعني المقترحه او المبتكره لرفع الجوده، زياده الكونتراست من خلال فلتر الكونتراست اللي انت بتعلي منه اللي هي يعني نسبه العمق اللوني وكده يعني، والسطوع خلاص. فانت لو عليت الكونتراست يعني شويه تلاقي الالوان ايه؟ تضاعفت. برضه بنعلي يعني برضه من دون الامور برضه يعني ليها يا جماعه بعد اذنكم، بس يعني الناس اللي بتتبادل ايميلات على العام بعد اذنكم ممنوع، الله يبارك فيكم. لو حد عاوز حاجه يتابع مع الدعم الفني بعد اذنكم. فايوه يا هشام، فالمهم ان الجوده تكون عند التصوير، هو اهم حاجه فعلا الجوده عند التصوير، دي اساسيه. هي دي بالظبط عامله زي لما يكون انت بتحاول تعالج حاجه هي في الاصل بايظه. يعني انا عندي الجوده تعبانه خالص والصوره مهزوزه خالص. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي هي ليها طرق وليها فلاتر، يعني فلاتر اللي هي معالجه اللي هي السلايز وغيرها بتعالج الايه؟ بتعالج ايه المشاكل دي؟ يعني لكن يا جماعه لما نيجي نتكلم في الفلاتر برضه الموضوع مش هيكون عامل زي الدرجه اللي انت متخيلها. بخصوص تركيب التراكات، طب يعني طب تركيب ترتيب التراكات ايه المشكله اللي فيه؟ لم تواجهني مشكله، ولكن اسف على التاخير برفع تطبيق المحاضره الاخيره من سوني فيجاس، ولكن جهازي خرب، ولكن راح اطبق بعد ما فرمت. خلاص ان شاء الله ربنا يا رب ييسر لك الامور.
في مشكله واجهتني في تظبيط مقاسات الشاشه، يا ريت لو يكون في محاضره بتتكلم عن ازاي تحترف الموضوع ده. بص يا ابراهيم، هي الموضوع مش موضوع احتراف، هو انا في يعني علاج للمشكله دي كنت انا ذكرته قبل كده. كنت انا قلت ان انت من لو دخلت على قائمه بروجكت بروبرتس في برنامج سوني فيجاس، لو رحت من فايل ورحت بعد كده لبروجكت بروبرتس، خلاص هتلاقي ايقونه فوق خالص على اليمين اسمها ايه؟ ماتش سيتنج، ماتش بروجكت سيتنج، كنا احنا شرحناها، ممكن انت ترجع لها في المناقشه الرابعه، في المناقشه اللي فاتت دي. قلنا ان انت لو ضغطت على الايقونه دي خلاص بتضغط عليها وتحدد له الفيديو اللي هو هياخد الاعدادات بتاعته، هيحطها على اعدادات البروجكت كلها. فبالتالي انت لما تيجي تخرج الفيديو النهائي هيخرج بايه؟ من غير اي مشكله ان شاء الله. وعامة ابراهيم لما نيجي نتكلم في درس الريندر، انا ان شاء الله يعني ايه هتوسع في الامر ده شويه، وهنحاول ايه يعني نعالج مقاسات الشاشه ان شاء الله. بالنسبة للتركات، مين الأول؟ طيب بالنسبه لايه؟ لموضوع اللي هو الاتركات، مين الاول لما يكون عندي فيديو صوره ونص ونص بحيث ان النص يظهر الايه يظهر؟ لا، علشان النص يظهر يبقى لازم، بص يا جماعه، الاولويه في الظهور دايما للتراك الايه؟ اللي هو العلوي، للتراك اللي فوق. فبالتالي انا لو عاوز النص يظهر فوق الصوره فبروح اخلي طبقه التكست هي الاولى، رقم واحد مثلا، التراك رقم واحد بخليه ايه؟ للنصوص. التراك رقم اثنين بخليه للصوره او للفيديو، تمام؟ انما ما تعكس الاولويه في الظهور على شاشه المعاينه او شاشه الفيديو يعني، هي الاولويه في ترتيب الايه؟ التراكات. يعني التراك رقم واحد هو اللي هيظهر، اللي هيظهر تحتيه التراك رقم اثنين. فبالتالي انا لو عندي بقى نص او عندي شعار حتى او عاوز احطه او اضيفه على فوق الفيديو، فانا بروح اعمل ايه؟ احط طبقه اللاير دي اللي هي اللي فيها الشعار او اللي فيها النص او التكست، احطه فين؟ فوق الصوره او الفيديو. هل استطيع تحميل برامج الدوره على الماك برو؟ لا. سوني فيجاس يا جماعه، سوني فيجاس ويندوز فقط، مفيش منه اي نسخ خالص، لا على الماك ولا على لينكس ولا على حاجه خالص، المتوفر منه نسخ للويندوز فقط. توضيح بس اللي بتخشن ماتش اوت بوت اسبكت، ماتش سورس اسبكت، لما بستخدم ماتش اوت بوت اسبكت. انت يا ابراهيم، انت اساسا لو عملت، لا بص، ما تخليهاش ماتش سورس اسبكت، خليها دايما ماتش اوت بوت اسبكت. ماتش اوت بوت اسبكت ده اللي هيعالج مشكله الصوره، هيعالج مشكله الصوره وهيشيل السواد من حواليها. لا ان شاء الله، بس اللي شاتك كتير، احنا بس بنجاوب على الاسئله ايه الوارده بس. السلام عليكم، يعطيك العافيه. وجزئيه التراكات، ممكن سؤال اخر؟ ما فهمت خطوه قص جزء من تراك الصوت او الفيديو، يعني ايه؟ معلش ممكن توضح لي السؤال؟ ما فهمت خطوة قص جزء من تراك الصوت أو الفيديو.
طيب على ما توضح السؤال يجي، الرام الصفدي عشان اخلي الشاشه بحدود كامله ومفيش سواد، ساعات كتير بيقطع جامد من الصوت في محاضره، من الصوره في محاضره حضرتك قلت ان ليها حل، ما هو بيشيل السواد بس بيقطع الصوره، مفيش حل ان الصوره ما بقى. لا، الحل انا افتكرت كلامك، ايوه الحل يا ابراهيم اللي كنت انا اقصده ده من الحلول، ان انت هتحاول تحط خلفيه ليها او تحاول تعمل تحريك للعنصر، انما ان انت عايش يعني. بص هو في حل، بص لك حاجه، انا هكتب لك الحل اهوت، في حل كده بص بص يا ابراهيم اقول لك حاجه، لو ضغطت كليك يمين، عشان بس يعني نجري بس الوقت، لو ضغطت كليك يمين ورحت لقائمه سويتشز دلوقتي الصوره قدامك اهي، الصوره ديت فيها مشكله السواد، لو ضغطت كليك يمين عليها ورحت لسويتشز هتلاقي علامه صح من ايه موجوده جنب كلمه مينتين اسبيكت ريشيو، شيل الصح دي هيفرد الصوره على البروجكت كلها تمام من غير ما ياكل منها اي حاجه، كليك يمين وبعد كده تروح لي من تل اسبكت ريشيو وتشيل في احد. طيب جودي بتقول في احد المحاضرات شرحت كيف نعمل قص او قط، ممكن اعاده ليها؟ ما هو احنا لما يعني احنا لو عندنا بس الملف عاوزين نقص منه على الملف، بنقف على الفيديو بنضغط على حرف الاس، حرف الاس ده اللي هو اللي بيعمل ايه السبليت او بيعمل الكاب، بيعمل القطع يعني تمام. انا مش عارف يعني هل انا كده جاوبت برضه على سؤالك ولا لا. هل يوجد طريقه لتسريع تصدير لجهاز 32 بت؟ 32 الامر هيكون صعب شويه، يعني الحلول المقترحة عشان تسريع الريندر او تسريع التصدير يعني هو اننا نظبط بس اعدادات البروجكت على المقاسات المطلوبة بالظبط، ما نزودش فيها، لان خد بالكم البرنامج اساسا الاعدادات الافتراضية للبرنامج بتكون 1920 في 1080، دي الاعدادات الافتراضية للبرنامج، فبالتالي لو انا حطيت فيديوهات جودتها ضعيفة جوه البرنامج هنلاقي ان الاعدادات النهائية، هنلاقي ان الفيديو يعني النهائي يعني طالع بنفس الجوده ما اتغيرش فيه اي حاجه، وهنلاقي حجمه كبير جدا والرندر بطيء جدا. ممكن صوره للعمليه؟ طيب استنى دقيقه هجيب لك صوره حالا اهو. طيب عم بنات بس يفتح وناخد لك الصوره. تمام يعني بظل الجزئيه وبعدين حرف الاس. لا انت مش بتظللها على الجزئيه، يعني بص حرف الاس بيعمل ايه؟ حرف الاس بيعمل قطع، يعني بيعمل قطع مش قص. هو ايه الفرق بين القص والقطع او الكات والسبليت؟ الكات والسبليت داخل السبليت يا جماعه اللي هو بتضغط على حرف الاس فيه، ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل يعني فصل، زي يعني انا مثلا عندي مقطع مثلا ايه دقيقتين، وقفت على الدقيقه رقم مثلا دقيقه ونص، والملف دقيقتين، وقفت جيت عند دقيقه ونص وضغطت على حرف الاس، هيفصل لي النص دقيقه الثانيه، هيفصلها لي عن الدقيقه ونص الايه اللي فاتوا تمام. اما الجزئيه اللي هي الكات، لو انا حددت، لو انا ظللت يعني الجزئيه جزئيه معينه وضغطت على كنترول زائد اكس، ده بيعمل حاجه اسمها كات، ده اساسا بيشيل لي الجزئيه دي، بيعمل لي ليها كات. بص يا جماعه الصوره اللي انا رفعتها دلوقتي ديت ابراهيم ده، انا بضغط كليك يمين على الملف وبروح لقائمه سويتش تمام، خلاص كده مظبوط، كده مظبوط. كليك يمين على الفيديو زي ما احنا شايفين كده، خلاص هيظهر لي القائمه دي، بروح لسويتشز اللي ظاهره قدامنا دي،
بختار 1 2 3 4 رابع خيار مينتين اسبيكت ريشيو. شوف علامة الصح اللي جنبه دي بشيلها، مجرد ما انا اشيلها هو على طول بيعمل مط او استريتش، يعني ايه الصورة على حسب ايه اعدادات البروجكت. بس خد بالك لان بعض الصور بتكون مثلا مربعة، بعض الصور عندي بتكون مربعة، فبعد اما تعمل لها تشيل المينتين اسبيكت ريشيو والبروجكت بتاعتك مستطيلة، هتلاقي ان الصورة المربعة اصبحت مستطيلة وشكلها مش كويس، فانت تفضل ان انت تسيبها زي ما هي كده افضل، او لا اما تخش على قائمة كروب اللي هو مربع اللي هو اللي في الفيديو ده، تخش عليه وتضغط كليك يمين وتختار ايه ماتش يعني تدخل عليه وتختار الخيار اللي هو اللي قبل الاخير اللي هو ايه ماتش اوت بوت اسبكت، ماتش اوت بوت اسبكت. عذرا لم احضر المحاضرات الاخرى، هل البرنامج يتعامل مع الصور؟ اه طبعا، ده احنا عملنا اصلا محاضرتين كاملين في التعامل مع الصور، ممكن انت ترجع لهم الدرس الثاني والثالث. باسل، طريقة مونتاج الصوت، هل البرنامج بيشتغل على الصوت ولا يفضل برنامج متخصص في مجال الصوت؟ هنعمل ان شاء الله محاضره كامله عن الصوتيات، البرنامج بيتعامل مع الصوتيات بشكل واداء كويس ورائع، لكن انت لو عاوز تتخصص طبعا سيبقى له برامج الصوتيات، لكن البرنامج بيتعامل مع الصوتيات. انا عن نفسي بصراحه لما احب اتعامل مع الصوتيات سواء في الفلاتر او في المعالجه او في عمليه المونتاج الصوتيه بشتغل على برنامج الفيجاس. انا اول مره احضر هو برنامج ايه ده؟ حضرتك احنا بنشتغل على دي دوره في المونتاج وعمل المقاطع بنشتغل فيها على برنامج سوني فيجاس برو وبرنامج برو شو برودوسر. طيب الحمد لله ان في ناس يعني مشاكل عندهم ايه اتحلت، اللهم لك الحمد. ممكن نفهم على اليوتيوب. طيب هل البرنامج مفيد في مجال الاعلانات التلفزيونيه؟ لا يا ياسر، على فكره بص، مجال الاعلانات التلفزيونيه ده بيستخدم فيه شغل اسمه موشن جرافيكس، اتكلمنا عنه خالص، ممكن ترجع على المناقشه الاولى والمناقشه الثانيه. كان عنه التوسع شويه. الموشن جرافيكس هو ده اللي مختص بالاعلانات التلفزيونيه. اما شغل المونتاج هو طبعا بيستخدم بنسبه 50% او 40% في مجال الاعلانات اللي هي التلفزيونيه، بس الاساس عندنا هو الموشن جرافيكس. شغل بقى الاعلانات والايه والفواصل والمقدمات والحاجات دي. وبالرغم من ذلك برضه يعني انا مش هحبطك بصراحه، في اعلانات تلفزيونيه كتيره جدا 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 تتعامل ببرامج المونتاج سواء البريمير او الفيجاس او ايه او الفاينل كات. لو عايز اضيف شعار ماذا افعل؟ الشعار احنا هنروح نعمل له لاير جديد، طبقه جديده خلاص، وهنحط الصوره. احنا مثلا عندنا صوره عاوزين نعملها شعار، هنجيب الصوره دي وهنخلي طول الصوره بطول الفيديو، طول الصوره بطول الفيديو تمام. هنيجي نسحبها من طرف، نسحبها بحيث ان احنا ايه نطول مده عرض الصوره خلاص، وبعدين ندخل على قائمه كروب، ندخل على قائمه ايه كروب اللي هي قائمه كروب اللي هو المربع اللي هو الايه الصغير زي ما احنا شايفين كده في الصوره اللي قدامنا انا بشاور عليه دلوقتي، ده اسمه ايه اللي هو مربع الكروب ده. هدخل على المربع ده وبعد كده هضغط كليك يمين على إيه على حرف الاف اللي ظهر قدامي اللي احنا بنظبط منه ابعاد الصوره، هنختار برضو الخيار اللي احنا قلنا عليه ماتش اوت بوت اسبكت، ماتش اوت بوت اسبكت اللي هو اللي قبل الاخير خلاص. بعد كده هنبدا بقى ايه نكبر بقى المربع ده، نكبره ونحدد منه مكان الصوره، نحدد او مكان الشعار يعني، نحدد منه ايه مكان الشعار.
تمام. لو حضرتك ما طبقتوش معايا دلوقتي ممكن تسمعي في المناقشه وتطبقي، بس طبعا انا مش هعرف افتح طبعا السكرين الشاشه اللي عندي لان للاسف مش يعني مش بتظبط مع سرعه الايه النت. تمام. ويا الفيديو اللي حضرتك عامله بتكلم فيه عن كورس ده معمول بايه؟ لا ده شغل افتر افكت، ما هو ده اللي هو الموشن جرافيك. مشكلتك يا احمد. طب معلش لو ينفع بعد اذن حضرتك تعيدها لي، لان انا تقريبا انا معظم المشاكل اللي اتقالت انا حليتها دلوقتي اتكلمت عنها. طيب هشوفها حاضر حالا على الجروب ده. كل ما اجي افتح البرنامج تظهر الرساله دي وما اشتغلتش، اعمل ايه؟ طيب انت هل انت عندك نسخ قديمه من البرنامج يا احمد ولا لا؟ يعني هل انت كنت منزل نسخه قديمه قبل كده؟ لان من الرساله دي ممكن تكون انت عندك نسخ قديمه ومنزل عليها، او ممكن خد بالك في برنامج مهم قوي اللي هو الايه دوت نت فريم، بس انا هكتب لك اسمه. دوت نت فريم ورك اهو اللي ظهر قدامك ده. خلاص طبعا يعني البرامج الاساسيه اللي احنا قلناها ضروري لازم تكون عندك يا احمد كلها، دوت نت فريم ورك، الكوليكات اللي احنا قلنا عليها، خلاص لازم اساسي ايه تكون نازله. هي حضرتك مش لازم تكون المشكله من الموقع نفسه، مش لازم تكون المشكله يعني ايه من الموقع انه البرنامج، ليه؟ لان ممكن اساسا يعني انت اول حاجه انت بتعملها في المشاكل اللي زي دي ان انت بتهزف البرنامج ايه كاملا، تمام، تدخل على الماي كمبيوتر وبتهزف البرنامج كله وبتعيد تنزيله من اول وجديد. بس بعد ما تهزف يعني بعد خطوه حذف البرنامج لابد ان انت تتاكد اول ان البرامج الاساسيه اللي احنا حطيناها لازم تكون نازله عندك، اللي هي الدوت نت فريم ورك والكلايت والحاجات دي كلها لازم تكون ايه نازله عندك. خلاص بعد ما تتاكد ان هي نازله نزل البرنامج من تاني. بس اللي بيسال حضرتك بتتكلم عن المونتاج الخطي، طيب والله خطي كيف او المباشر اللي بنشوفه في الكوره او الاحداث المباشره كيف يتم عمله؟ يا ريت تعطينا فكره. والله يعني والله بس انا بصراحه ما عنديش خبره في مجال الايه اللي هو المونتاج اللي هو الخطي بصراحه، يعني ما تعاملتش انا معاه قبل كده. بس هي الفكره يعني فكره المونتاج اللي هو الخطي ان ادوات البرنامج اللي انت بتشتغل عليها دي مثلا الفلاتر والمؤثرات الانتقاليه والمالتي كاميرا والشاشات اللي يعني اللي هي الشاشات المتعدده يعني وكده، الشغل ده كله بيكون ايه بيكون محط يعني الاوبشنات دي كلها بتكون موجوده ايه في جهاز، تمام، يكون مثلا في بلوك مثلا او جزء من الجهاز ده مختص بالمؤثرات الانتقاليه اللي بتنقل، بلوك تاني مثلا مختص بالايه او جزء او جزء من الجهاز يعني بالانتقال من ايه من كاميرا لتانيه ومن تانيه لتالته على حسب الايه الكاميرات اللي واصله بيه. يعني باختصار انت عمليه المونتاج بتتم من خلال الايه الجهاز اللي انت بتشتغل عليه. احمد انا مش عارف والله يا احمد اصلا انت نسخه الويندوز عندك سليمه ولا لا. طيب حد عنده هنا يا جماعه اي استفسار تاني ممكن ان احنا نجاوب عليه؟ قول تاني. هو انا قلت حاجه هتحذف البرنامج بالكامل وتنزل البرامج الاساسيه اللي احنا قلنا عليها،
اللي هي الدوت نت فريم ورك اللي هي الموجوده، يعني هتلاقيها في بوست مثبت للاستاذه نجاه او نجلاء، حطاه في الايه في جروب الكورس، في بوست مثبت. لازم تنزل البرامج الاساسيه، وبعد ما تنزلها بعد ما تنزلها هت ايه بعد ما تنزل يعني المحاضرات، عفوا اللي هي البرامج دي، تنزل بعد كده برنامج سوني فيجاس برو، تعيد تنزيله يعني من اول وجديد. نزلهم من تاني، نزلهم. انا نفس المشكله دي كانت عندي برضو من فتره، كنت بشوفها على جهاز يعني احد الاخوه كده كان عنده نفس المشكله دي، فبيبقى ساعات في مشاكل اصلا في الكودك، في الكودك او في البرامج نفسها، فمجرد اعاده تنزيلها، مجرد اعاده تنزيلها الملفات الناقصه او اللي فيها مشكله ديت بيتم ايه، بيتم استبدالها بالملفات السليمه، فبتبقى ان شاء الله يعني ايه البرنامج بيشتغل. لو ما اشتغلتش برضه يبقى انت في عندك مشكله اصلا في الويندوز. طيب ابراهيم مصطفى ليه؟ ممكن تقول ايه هي البرامج دي؟ موجوده حضرتك في الدعم الفني دلوقتي، نزل نزل المشاركه اللي احنا في القسم، نزلها حضرتك شوفيها يعني، ادخلي عليها ونزليها. ونصيحه مني حضرتك يعني تابع الدرس الاول، الدرس الاول الكورس هتلاقي في شرح مفصل للامور دي كلها. ابراهيم الصفدي، في فيديو مكتوب على موقع فايبر لواحد بيشتغل مونتاج عجبني جدا، عاوز اعرف من حضرتك هل ده كل شغل سوني فيجاس ولا لا؟ هبعت حضرتك اللينك على الفيسبوك. باسل، طيب صناعة الأفلام السينما هل تتم بهذا البرنامج؟ يعني هل بدخل في صناعة أفلام السينما الأمريكية؟ لا لا يا باسل، لا يعني أقول لك على حاجة، يعني الأفلام عموما ممكن إن إحنا نقدر نقسمها يعني إيه يعني لقسمين كده. الأفلام العادية اللي إحنا بنصورها دي هنا عندنا في اي واحد عنده موبايل، اي واحد عنده كاميرا ممكن ان هو ايه يصورها، اللي هو على المستوى الفردي يعني او المستوى الشخصي. الافلام دي كلها ممكن تتعمل برنامج بالفيجاس، بالبريمير، باي برنامج مونتاج، تمام؟ ليه؟ لان هي عباره عن يعني انت بس تجميع لقطات بس، وتحط عليها الفلاتر والمسارات الصوتيه وكده، وتخرج الفيلم في النهايه. اما الافلام بقى السينما الامريكيه والافلام العالميه دي ليها شغل هنا خالص، دي اساسا في برامج مخصصه بس كده للكالر كوركشن، برامج بس كل اختصاصها ان هي تعمل تعديل للالوان، في برامج ثانيه مختصه بالايه؟ بالانتقاليه، في برامج ثانيه مختصه بالفيجوال افكتس، فالموضوع مش مختصر على برنامج واحد، يعني هم مثلا مش بيجيبوا الفيلم مثلا ويروحوا يدوا واحد مثلا قاعد بيشتغل على الفيجاس او البريمير ويقول له خد اشتغل، لا. بالاضافه طبعا لجزئيه ان الافلام السينمائيه العالميه بيتم يعني لو برامج مونتاج دخلت فيها بيتم اعتماد فيها برنامج البريمير والايه والبريمير والفاينل كات، لان يعني ليها بعض الامتلاكات والجولات، صعب ان ايه برنامج يكون الفيجاس بيدخل فيها بس مش بيدخل برضه يعني زي ما قلت لك مش بيدخل كبرنامج اساسي في صناعه الفيلم نفسه. طالما احمد حذفت برنامج اكتر من مره وظهرت يبقى في مشكله عندك في الويندوز. طيب انت بعت لي لينك يا ابراهيم، بعت لي فين على الخاص ولا بعت لي فين؟ هحاول اشوفه حالا. بص هو الفيديو كده من قبل لما اشوفه من خلال اللي هو الثمب او المظهر الخارجي اللي شغال ده فيديوهات موشن جرافيك، مش ده يعني ايه ده مش مونتاج خالص. شغل الانيميشن ده ابراهيم، بس انا برضه انا هشوف برضه الفيديو برضه عشان ما لسه راش حكم عليه. لا بص لا انا اقول لك على حاجه، انا اقول لك على خبر جميل، ما تقلقش ما تزعلش. الشغل ده على فكره ممكن يتعمل بالمونتاج،
من خلال الكي فريم، من خلال الدروس اللي احنا هناخدها يعني الفتره الجايه ان شاء الله، ممكن ان احنا ممكن انت تعمل شغل موازي للشغل ده. على فكره احنا مع واحد من الطلبه اللي كانوا لسه معايا اسمه علاء، ما شاء الله علاء بيعمل شغل من ده ممتاز جدا، بيعمله بالسوني فيجاس، تحس ان هو الشغل معمول ببرنامج الافتر افكت. انما هو بصراحه يعني انا لما جيت سالته في بعض المقاطع وبعض الشغل اللي عمله، بقول له انت ده اخطر ولا ايه؟ شغل افتر افكت موشن جرافيك، بيقول لي لا ده شغل مونتاج بالايه؟ ببرنامج سوني فيجاس برو. فانت ممكن تعمل انيميشن وحركه زي ده. طيب الساعه دلوقتي يا جماعه بقت 10، يعني تقريبا احنا كده خلاص وقت المحاضره يعني يعتبر انتهى. هل في حد عندنا اي استفسار او مشكله تانيه؟ احفاد انا عندي متاخر. لا عادي، ولا حضرتك ان شاء الله ممكن تتابعي المشاكل اللي بتواجه يا ناس. المناقشات دي على فكره انا شايف ان هي بتمن الدروس نفسها في بعض الاحيان، لان الدروس انا بشرح مثلا طريقه عمل مثلا الشعار، طريقه عمل الفلتر، طريقه عمل المؤثر الانتقالي، فناس كتير بتواجهها مشاكل دايما متكرره. فالمشاكل المتكرره دي احنا بنشوفها في المناقشات. فبصراحة يعني يا ريت ما حدش يهمل، لو حد من الناس اللي يكون متأخرين حاول تراجع المناقشة من أول وجديد وتشوف المشاكل اللي واجهت إخوانكم، هتفيدكم إن شاء الله. إن شاء الله إحنا موعدنا اليوم الأحد بإذن الله في درس جديد، درس احترافي بإذن الله، يعني هننشط فيه الإيه؟ الناس ونطورهم أكتر بإذن الله. الله يبارك فيكم، جزانا وإياكم. اللهم آمين يا رب، يعني ما تنسناش يعني من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.